معنا مشاهدينا الكرام إذن للحديث عن الصراع السياسي في العراق الدكتور صباح علو عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك. إذن كتل برلمانية أكدت أن حكومة عادل عبد المهدي خالية من الكفاءات الوطنية، ما أسباب ذلك؟ بالتأكيد حكومة السيد عادل عبد المهدي هي الحكومة الرابعة ونتيجة لحالة تراكم المحاصصة منذ 2006 ولغاية الآن، أو بالأحرى منذ مجلس الحكم أيام برايمر، تمت عمليات التوزيع الحصصي حسب الواقع الإثني والطائفي والمناطقي. ولذلك نلاحظ حكومة السيد عادل عبد المهدي جاءت ضعيفة نتيجة لحالة تراكم الفساد السياسي في عمليات توزيع المناصب، وبما أن السيد عادل عبد المهدي لا يمتلك قوة ساندة له سياسية بشكل واضح المعالم، فالقوة السياسية حتى تتخلص وتعطي شيئا من الديمقراطية بما يسمى حقيقة جاءت بالسيد عادل عبد المهدي، لأنه أضعف ما يمكن الاعتماد عليه، فهم في صالحهم حكومة ضعيفة يستطيعون اللعب بها كما يشاؤون. ولذلك السيد عادل عبد المهدي مضى هيمضي سنة تقريبا على تشكيل الحكومة ولم يتمكن من استكمالها، وهناك العديد من القوى السياسية التي تعمل على استبدال وإضعاف حكومة السيد عادل عبد المهدي، وفي اعتقادي بالتوازي مع العقوبات الأمريكية على إيران حاليا اتضح أن السيد عادل عبد المهدي لن يمتلك إمكانية إدارة العراق ولو بأزمة بسيطة جدا. ولذلك في اعتقادي ممكن أن نهاية هذا العام سيقدم استقالته ويخلق حالة من حالات الفوضى السياسية بالعراق. ولذلك نلاحظ كل القوى السياسية الموجودة التي تلعب في عمليات التعيين أو عمليات توزيع المناصب هي حقيقة مدعومة أيضا، أما إيرانيا أو مدعومة من قوى خارجية إقليمية أو دولية أخرى. لذلك استمرار الفساد وتبادل الأدوار ما بين القوى السياسية أدى إلى ضعف كبير جدا لأي نوع من أنواع الحكومات الموجودة، سواء أيام المالكي أو أيام السيد العبادي أو حتى السيد عادل عبد المهدي. ولذلك نلاحظ يعني دكتور صباح عفوا، الآن مهلة عبد المهدي للكتل لإكمال الحقائب الوزارية انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بين هذه الكتل على هذه المدة الطويلة، شهور عديدة، والبعض يقول بأن عادل عبد المهدي سيضطر إلى الأمر الواقع يعني يطرح أسماء دون الاتفاق مع بقية الكتل السياسية ليطرحها على مجلس النواب. هل بهذه الحال وهذا القرار من عبد المهدي يعني سينقذ الموقف برأيك؟ في اعتقادي لن يتمكن عادل عبد المهدي أن يطرح وزير دفاع ووزير داخلية وتربية أو غيرها في الشواغر الموجودة بحالة انتقائية من شخصه أبدا مطلقا مطلقا. ودللت أول جانب أساسي أن البرلمان اتخذ قرارا وضع قرارا مهما في إزالة كل أشكال الوكالات للوزارات، رغم ذلك لم يتمكن السيد عادل عبد المهدي من تنفيذ القانون لغاية الآن بسبب عمق الفساد للقوى السياسية الموجودة في توزيع المغانم والتعيينات لشخصهم والاعتماد على الإيرادات الدولة في تنفيذ مآربهم ودعم أحزابهم وقواهم السياسية والعسكرية أيضا. شكرا جزيلا لك من عمان دكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي.